السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في تسجيلة البارسا يتقدم ويدخل الى منطقة الجزاء. يسجل اول الاهداف ويضع البصمة الاولى ويبعث بالانذار الاول اكبر واليوم ساق من اجل التعديل. لا 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 كرة في جبهة تير شتيغن ليعلن عن هدف التعادل نتيجة ولا يفرح البارس في هذا اللقاء من خلال الفيديو بكل تأكيد. كرة بمحاولة مرتدة سريعة وصلت إلى كوبو جدا 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 هنا في هذا اللقاء وليفاندوفسكي إلى فيران توريس يسدد توريس فاجت فيها المنتخب الهولندي مع كل من في شباك الحارس. ديمبلي يتقدم ديمبلي يمر ديمبلي يسدد ديمبلي سلي الله 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 أوه. تعود من جديد الله الله يا بيدري حلوة الكرة الجزاء محاولة مرور الآن ملعوبة الكرة والمحاولة لكن إسبانيا مثالية جدا في الجهات اليسرى الآن عرضية من نسختين كرة بمحاولة على مشارك في المنطقة لا تسديدة من فيران توريس لكن إلى خارج أرضية الملعب يعني خط وسط برشلونة الحالي اللي يلعب الآن تأمين المرمى تأمين المرمى وهو مرت عن طريق تاكي كوبو يسدد بالقدم اليسرى لكن كرة الآن بالكعب إلى عثمان ديمبلي ديمبلي يسدد وبالكعب وبطريقة الروعة وصلت. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ده فيديو لسه في شنطة للتشوه. بص المنظر لسه ما استبناش والله.